من الصناعات التقليدية القديمة مهنة السراجة، فلا تزال هذه الصناعة موجودة في بعض المدن العراقية، وأخذت اسمها بادئ الأمر من صناعة سروج الخيل، ثم شملت الأحزمة والحقائب والأحذية واللوحات الجدارية والرسم على الجلد. مو كل شيء ولا اختصاص، يعني هذا مال الظهار اختصاصه مال الجاموس، يعني للجاموس. عندك هاي الآيات للبقر، جلد البقر. الحزام هذا مال البنطلون مال بقر. عندك المحفظة وكو أشياء غير، يعني القمصلة، مقمصلة قبل كنا يعني يشتغلون قماص، هذا يسموه اكو جلد اسمه جلد الماعز، تعرف عنه. هذا كل شغلة لها متخصصة، يعني ما نقدر نشتغل هاي الشغلة نجيب من هذا الجلد نشتغل هذا، ما يصير، يعني ما تصلح. اكو رغبة للجلد العراقي، هم يعني شو مثل يقول لك انا اريد جلد عراقي، ويظل يعني شلون اني اخاف اصلي بيه هذا الجلد لو ما اصلي، على مود شلون مثل يقتنع، نقول هذا الجلد ذبح عراقي، على مود يقتنع المواطن.